السلامة، مرحبا. هذا الفيديو الثاني اللي باش نحكيو فيه على لا بريزونطاسيون دو لونتربريز، وباش نبداو بالبوتيت ان فيها اللي هي ديفينيسيون دو لونتربريز. دونك السؤال اللي يطرح نفسه، اش معناها اون انتربريز؟ بور ديفيني اون انتربريز لازمنا نحكيو شويه قبل ما نبداو. تخيل روحك تحب تحل مؤسسه، تحب تحل بروجي مشروع. انا يظهر لي باش تخمم في الموارد لي ريسورس، وحنا قرينا كان تذكر في شابيتر 1 انه لي ريسورس من نوعين، عندنا لي ريسورس ماتيريال، لي ريسورس فينانسيير، و لي ريسورس هومان. بالطبيعه كان تنجم تخدم وحدك صحالي وتنجم تجيب لي ريسورس هذوما، سينو لازمك تفركس على دي اسوسي شركاء يعاونوك. ايه قول قايل واش تلم فيهم هالموارد هذو؟ ماكش تخدمهم، باش تخدمهم باش تصنع بهم ان برودوي ولا ان سيرفيس. هالبرودوي و السيرفيس هذايا باش يتباع سوغ المارشي. لكن وقت اللي نحكيو على اونتربريز ونحكيو على لي ريسورس، انا يظهر لي تشبه للاورغانيزاسيون، اورغانيزاسيون اللي حكينا عليها في ليكزرسيس في الشابيتر الاولاني. شنو هو الاختلاف بين لونتربريز و لورغانيزاسيون؟ لونتربريز يا الاولاد البوت نتاعها لوكراتيف، معناها ناوي يتحقق ارباح. لورغانيزاسيون البوت نتاعها نون لوكراتيف. ما لا بلغه اخرى توا كاين كي نقول اونتربريز باش نحكيو على لي زورغانيزاسيون ا بوت لوكراتيف. متفقين؟ هات نشوفو ديفينيسيون. قال لك سيت اون اورغانيزاسيون، لونتربريز سيت اون اورغانيزاسيون dont des activités commerciales, في أنشطة تجارية، industrielle, صناعية ou autre. عنا les activités de service، عنا les activités agricoles. ايش يلزمهم هذوما؟ يلزمهم les ressources اللي كنا نحكيو عليهم الكل، اللي هما les ressources humaines كما قاعدين تراو، les ressources financières ou les ressources techniques ou la matérielle. متفقين؟ ملا باش نكون اون انتربريز il me faut les ressources، هات نكتبهم باش نتذكرهم، les ressources humaines، les ressources financières et les ressources matérielles. اللي نسميهم زادا ressources techniques. هالي ريسورس هذوما باش يتلموا pour quoi faire؟ قال لي غاديكا pour réaliser un profit. كي نقولوا ان profit هو بينيفيس، يلزم فما فرق ما بين الفلوس اللي باش نصرفهم والفلوس اللي باش تدخلهم المؤسسه. لي profit هما الارباح، ومن هنا نحكيو على بوت لوكراتيف. اي كيفاش تحققوا بالارباح هذوما؟ اون فوندون، كي نبيعوا دي بيان اي دي سيرفيس، نجمو نبيعوهم الزوز، لي بيان بضائع ولي سيرفيس الخدمات. باش نفهموا اكثر الحكايه خلينا نشوفوا الاكتيفيتي اللي قدام، باش نحاول نفسر لكم ولا نقدم لكم الاكتيفيتي، وفي فيديو اخر باش ما نطولش عليكم الفيديو باش نحاولوا نجاوبوا على الاسئله هذو. قال لي لي دو فرير، زوز اخوه، وراو كلمه فرير لهنا مقصوده، تنشوفوا من بعد علاش، احمد ويوسف، سويت اوفرير ان ماجازان دو ماتيريال الكترونيك. يحبوا زوز اخوات هذوما يحلوا ماغازان، يحبوا يحلوا حانوت مغازا دو ماتريال الكترونيك، بورتابلوات وفلاش ديسك والحكايات هذيك الكل. لور اكتيفيتي، لور بلاش اس مالغري انهم زوز، خاطر الزوز عندهم نفس النشاط. لور اكتيفيتي كونسيست ا كوا؟ ا اشتي باش يشريو في مرحله اولى، بوي ريفوندر. لهنا ما قالش فوندر، قال ريفوندر. احنا نعرفوا الفعل كي نزيدوا ار او في الفرنسي راهو يفيد التكرار ويعيد بيع، ريفوندر. خاطر كي تشريو السلعه هما ديجا تباعت لهم المره الاولى. مثلا انا ليكزومبل فورنيسور نتاعي باع لي السلعه، دونك سما انا شريتها، ايش نعمل بها انا السلعه؟ باش نعاود نبيعها اون دوزيام فوا. من هنا جات كلمه ريفوندر. كيس كو جو في اشتي اي ريفوندر؟ لو ماتيريال الكترونيك en réalisant des bénéfices. Ou لهنا باش نحكيو على اون انتربريز باش نحققوا ارباح. دونك نشريو بسوم مثلا ب 100 دينار ونبيعوا ب 120 دينار، لي بينيفيس هو ال 20 دينار، الفرق بين السوم اللي نشري بيه والسوم اللي باش نبيع بيه.
وعندهم زيادة اكتيفيتي اخرى هي ريباري باش نصلحوا لا ريباراسيون دو ماتيريال الكترونيك. ريباري لو ماتيريال الكترونيك معناها انا نبيع بورتابلوات ونجيب لي ساعات واحد بورتابلو مكسر نحاول نصلحه. من هنا نحكيو على ريباراسيون دو ماتيريال الكترونيك. دونك قداش عندهم النشاط لهنا زوز اخوه هذوما عندهم زوز انشطه باش يشريو ويبيعوا دونك يتاجروا تجار وعندهم ريباراسيون دو ماتيريال الكترونيك اللي يدور يعطيو في خدمات اللي هما اصلاح الماتريال اللي يجيهم مكسر. باش نحكيو توا بور سو فير باش يطبقوا هالمشروع نتاعهم ولا باش ينفذوا المشروع نتاعهم. Il constitue une entreprise et سماوها الانتربريز دينومي احمد افخر احمد اخو. المؤسسه هذه سماوها احمد اخو. كنت لاحظوا احمد هو فرد من بين الزوز اللي كونوا هالمؤسسه هذه احمد اخو. دونك اسم واحد من لي زاسوسي كيما كان ينجم يسميه مثلا اي غريك ولا يوسف افخير ينجمون احمد هو الخو الكبير هذاك عليه سبقناه كيما كان ينجموا يسميوه باللقب. مثلا برشا شركات في تونس متسمين باللقب نتاعهم مثلا بن يدر. بن يدر سيتون فامي مسمين الشركات نتاعهم باسم باللقب العائلي ولا بالاسم العائلي نتاعهم. Pour ce faire, il constitue كون اسو une entreprise سموها احمد افخير. اي شوفوا احمد جاب سيتي احمد apporte معناها جاب جلب 20000 دينار 20000 دينار qu'il dépose ووضعها وصبها وين dans un compte bancaire حتى في حساب بنكي باسمه هو لا باسم المؤسسه اللي تحلت جديده هي احمد افخير. احمد جاب 20 مليون من عنده من فلوسه ومن حر ماله وحطهم في الحساب الجاري نتاع الشركه. هل انه ينجم غدوه احمد بعد ما صب الفلوس يستعملهم؟ قطعا لا، خاطر اذا صبهم في الحساب الجاري نتاع الشركه ما عادش نتاعو ولات نتاع الشركه، وقتها يولي يتصرف فيهم المتصرف المالي في المؤسسه. الجاب اخر سي احمد ابار الفلوس اللي في الاقجار اللي حطهم في البنك السيمفوني، جاب اون فواتور يوتيليتير، جاب سياره نفعيه هذوك الفلوس حطهم في البنك، وجاب كهرباء سياره نفعيه دونك بارتنير ولا بيرلينغ ولا اللي تحبوا انتوما. قد يسوم 60000 دينار. مال احمد جاب 20 مليون حطهم في البنك وجاب 60 مليون ولا جاب كهرباء تسوى 60 مليون. هاي خلينا نشوفوا يوسف شو عمل. يوسف بارتيسيب ساهم يوسف افيك دي زيكيبمون، جاب فيترينات ودي زابلجي ايتاجير وكل قيمتهم 15 مليون باش يعمر بهم الحانوت باش يحط فيهم السلعه. الى ديبوزي وصب اون كاس حط في الاخجر ان مونطون دو 5000 دينار. معناها سي احمد جاب لنا 60 مليون وكهرباء، وسي يوسف جاب لنا دي زيتاجير ولا دي زيكيبمون و5 ملايين حطهم في الاخجر نتاعو. دونك اسكو بالفلوس والماكينه والكهرباء هادو ما تنجم المؤسسه تخدم؟ اكيد لا، خاطر الفلوس وحدو ما يعملوا شيء. اش قال هنا؟ Avant de commencer leur activité, ou قبل ما يبداو في النشاط نتاعهم اللي ما تنساوش عنده نشاط يشري ويبيع والاخر يصلح. Il زوز ريكروت انتداب انتدب جابوا اون فوندوز بيع باش يحطوها في الحانوت باش تبيع لهم، تخوا تكنيسيان هما اللي باش يقوموا بعمليه الاصلاح اون الكترونيك، يا نوفري بوتيتر لوفري هو اللي باش يحمل البضائع في وسط الكهرباء ويهز ويجيب ان سيتو سويت. واضح يا جماعه؟ شكون هم هذوما؟ هذوما العمال. لهنا في كلمه قبل ما نتعدى الفيديو اللي بعده باش نصلحوا فيه الاكزرسيس، كاينوا الاولاد هذوما الموارد الماليه اللي عملت لهم سيركل لهنا لي ريسورس فينانسيير، هذوما لي ريسورس تكنيك، وهذوما لي ريسورس هومان. هذوما لي تخوا ريسورس اللي بهم هما الشركه باش تحاول تحقق لي بينيفيس اللي حكينا عليهم pour constituer une entreprise. واضح يا جماعه؟ دونك باش نشوفوا توا لي كيستيون. عندنا 5 كيستيون. السؤال الاولاني قال la constitution de l'entreprise nécessite des apports appelés qu'est-ce que on les appelle les apports هذوما capital. قال لك السؤال الاولاني ديتيرميني لو كابيتال دو لونتربريز، اعطيني قداش راس مال المؤسسه. راس مال المؤسسه شكون جابو؟ جابو احمد ويوسف، وكم تراو هنا في تصويره تفسر ذلك. السؤال الثاني قال بريسيزي لا ناتور دو شاك ابور، اعطيني طبيعه كل ابور، لا ناتور دو شاك ابور. السؤال الثالث
Quelle est la nature de l'activité de l'entreprise? Je n'ai pas طبيعة نشاط المؤسسة. Est-ce qu'on a un نشاط واحد ou أكثر? Dans quel but cette entreprise a été créée? Déjà, قللنا لهنا يحب السيد réaliser des bénéfices. Dans quel but? لأي غاية معناها تكونت المؤسسة هذيا؟ وآخر سؤال هو سؤال تاع ديباسمون باش نحاولوا نتفوقوا فيه وإلا نحاولوا أون إكسيل فيه. Si l'entreprise réalisera au cours de la première année 10 000 دينار دو بينيفيس. قال لك لنفترض جدلا أن المؤسسة نتاعنا حقت 10 000 دينار أرباح، معناها المداخيل فاتت المصاريف ب 10 ملايين. Déterminer le montant à recevoir par chaque associé. هما زوز. اسكو ال 10 ملايين هذوما باش يقسموها على اثنين كل واحد ياخذ خمسه خمسه والا كيفاش باش نعمل؟ On va essayer de diviser هاد 10 000 دينار هذوما entre les deux associés احمد ويوسف. هذا اللي باش نشوفوه ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تبعدوش بعيد وحاولوا اخدموا الاكزرسيس قبل ما تشوفوا الكوريجي بتاعه. A très bientôt.